أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، والتي نخصصها لمواكبة الأحداث الميدانية في جزيرة سقطرى. أعلن رئيس مجلس الانتقال الجنوبي في سقطرى رأفت الثقلي الحكم الذاتي في المحافظة. جاء ذلك في تصريح له بمكتب المحافظ بعد اقتحام قواته المدعومة إماراتيا لمبنى ديوان المحافظة. وأعلن الانتقال فرض الإدارة الذاتية ابتداء من اليوم، وكذلك السيطرة على مداخل ومخارج الجزيرة وخضوعها لقياداتهم. أكدت مصادر أمنية أنه تم توزيع المهام على القيادات الأمنية والعسكرية والإدارية التابعة للانتقال لإدارة أعمال المحافظة. من جهته برر التحالف هجوم عناصر الانتقال المدعوم إماراتيا وقتالها مع القوات الحكومية بسقطرى بأنه يهدف للحصول على الغنائم. وقالت صحيفة الشرق الأوسط أنه عثر على كميات كبيرة من الأسلحة في الجزيرة، من بينها دبابات ومدفعية ثقيلة موجودة من قبل انقلاب ميليشيا الحوثي، مشيرة إلى أن النزاع بين الأطراف هو بهدف الحصول عليها. نتوقف عند هذه التطورات لنناقشها في محورين: ما هي خيارات اليمنيين بعد سيطرة الإمارات على سقطرى؟ وهل لا زال لدى اليمنيين نوع من الرهان على الشرعية؟ نذهب مشاهدينا لمتابعة هذا التقرير، ومن ثم نعود لبدء النقاش مع ضيوفنا. الإدارة الذاتية تحكم سيطرتها على سقطرى، ما يعني أن الإمارات نفذت إرادتها في الجزيرة اليمنية. وعند الحديث عن الكيفية التي تمت بها العملية، يظهر الدور السعودي حاسما في الأمر. اختلف اليمنيون مع الأطماع الإماراتية في سقطرى. كان ذلك الاختلاف مدخلا للقوات السعودية التي قدمت إلى الجزيرة بحجة وقف التصعيد الذي وصل إلى مجلس الأمن. وبعد فترة قليلة نجحت القوات السعودية في تسليم الجزيرة لأتباع الإمارات على مرأى من الشرعية اليمنية المستلبة في الرياض. فهل خدعت الشرعية للمرة الألف بالسعودية؟ ذاك حديث أصبح في طور تعريف المعرف، فمناقشة الحقائق نوع من العبط. تلك الطريقة التي ينظر بها اليمني لسير الأحداث، وقد يتبعها باستنكار مدلوله: متى كانت السعودية في صف اليمن؟ هذا النوع من الاستنكار أصبح وصمة عار في جبين السلطة الشرعية التي فتحت البلاد للأطماع الخارجية مثلما فتحت حصالاتها للمصالح الشخصية اللاوطنية. وهذا أيضا تعبير رائج في شارع اليمن الذي طعن ظهره من الجميع. وهل يمثل خنوع الشرعية هذا موقف اليمنيين؟ ذاك سؤال تبنى إجابته على ما يمكن للشارع اليمني أن ينتجه من خيارات للذود عن بلاده. سيل الأسئلة الباحثة في مآلات الأحداث يكاد لا يتوقف، لكن المهم منها الآن: هل ما زال الأمل معقودا على الشرعية التي لا تجيد سوى كتابة بيانات الاعتراف بالهزائم ورجاء النصر من الحلفاء الأعداء؟ هنا الإجابة واضحة وقاسية وجارحة ومرة، وهي بالطبع لا. مرحبا بكم مشاهدينا مجددا، كما أرحب بضيفي وزير الثروة السمكية في الحكومة الشرعية فهد كيفاين، وأيضا الكاتب الصحفي سلمان عسكر ينضم إلينا من أبها. أبدأ معك سيادة الوزير، إذن يمكن القول أن موقفكم في الحكومة الشرعية اقتصر فقط على بيان الاعتراف بالهزيمة، أم أن لديكم خيارات أخرى؟ سيادة الوزير، هل يمكن لك فقط أن تستمر بالحديث معي من خلال سماعك فقط لسماعة التليفون، لأن هناك رجع صدى لصوت ما؟ نعم 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 أسمعك. عفوا، بس لو تعيدين السؤال. نعم، موقفكم في الحكومة الشرعية اقتصر فقط على بيان الاعتراف بالهزيمة وأن سقطرى فعلا سقطت بيد قوات الانتقال، هل هذا البيان كافي أو هل هو كافي أم لديكم خيارات أخرى؟
طبعا الحكومه عبرت عن ما حصل في بيان اصدرت، وهذا البيان وضع النقط على الحروف وحدد ان ما تم في أرخبيل سقطرى هو عباره عن انقلاب تم على الحكومه والسلطه الشرعيه دستوريا، وهو اجراء واسلوب مرفوض في الدساتير الدوليه والعالميه وفي الدستور اليمني. كاف غير كاف هذا امر نسبي، يعني كل يقيم من وجهه نظره، ونحن مدركين ان ما هي وجهه نظر الحكومه الشرعيه تجاه ما يحصل. سقطت محافظة بيد جماعة ميليشاوية انقلابية، كيف ستتعامل الآن وما هي الخيارات الموجودة بيدكم؟ طبعا ما حصل هو عبارة عن تداعي للانقلابات المتسلسلة والمتكررة ابتداء من صنعاء، الانقلاب الذي قامت به ميليشيا الحوثي ومرورا بالانقلاب الذي تم في عدن من قبل ميليشيا الانتقالي بدعم من دولة الإمارات، وانتهاء في بأرخبيل سقطرى يتكرر نفس السيناريو الذي حدث في عدن. هذا الإجراء إجراء مرفوض، والحكومة أصدرت بيان واضح باتجاه هذا الإجراء، وبالتالي الحكومة تعمل بما يتاح لها من إمكانيات لاستعادة اليمن كاملا من أيدي الميليشيات الإنقلابية شمالا وجنوبا، ومهما يكون من التعقيدات التي دخل بها البلد بسبب هذه الانقلابات وبسبب الوضع المعقد الدولي بصورة عامة، إلا أن اليمن لن يصل إليها، لن تكون فريسة لهذه الأطماع، وستعود التراب كل شبر من التراب اليمني لأهله عاجلا أو آجلا، ولن نسمح كيمنيين جميعا بأن تستلب. سيادة الوزير، البعض يقول أن هذا التعقيد بسبب ضعف الشرعية وأنها مستلبة لدى السعودية. هذا التقييم أيضا كما يعني نسبي، ويختلف تختلف وجهات النظر في معرفة سبب هذا التعقيد. الملف اليمني فعلا ملف معقد، إدارة هذا الملف فعلا يحتاج إلى جهود أكثر وإلى إمكانيات أكثر. ما حصل أيضا ينبغي بأن يعطي مؤشر واضح للحكومة الشرعية وللتحالف بالذات المملكة العربية السعودية بإصلاح مسار العلاقة مع الشرعية، بمزيد من التكامل، بمساندة الشرعية بصورة واضحة وجلية في الحفاظ على ما بيدها من المناطق. الآن السعودية لم تعد تساند الحكومة الشرعية خصوصا في جزيرة سقطرى، وأنها وقفت موقف الحياد ولم تحرك ساكنا قواتها هناك. نعم، القوات الواجب متواجدة في محافظة أرخبيل سقطرى، وأيضا كنا نأمل بأن يكون موقفها أكثر من هذا الموقف وأكثر من الحياد الذي تم لحماية الأرخبيل من الوقوع في الفوضى وفي التجاذبات التي تنتج عن سيطرة ميليشيا مسلحة على مؤسسات الدولة وعلى معسكرات الدولة. وعلى كل حال لابد من احتواء الموقف، لأن هذا العمل عمل سيجر المحافظة إلى أتون. كيف سيتم سيادة الوزير احتواء هذا الموقف بعد أن سقطت المحافظة بأكملها بكامل مؤسساتها الإدارية والعسكرية بيد الانتقالي؟ سقطت صنعاء، سقطت عدن، سقطت محافظة كثيرة، والآن سقطت سقطرى. هل لازلتم كحكومة شرعية تعولون على التحالف وخصوصا السعودية في أنها قادرة حقيقة على إعادة الشرعية إلى اليمن؟ على حلحلة كل هذه الملفات وتعقيداتها؟ هل بإمكانك أن تسمحي لي حتى أكمل حديث بحيث تصلين إلى نتيجة ويصل المشاهد أيضا إلى نتيجة؟ نعم تفضل. شكرا جزيلا.
طبعا تعقيد الملف اليمني كما أسلفت واضح تماما، تغطت الكثير من المحافظات بيد ميليشيا انقلابية شمالا وجنوبا. الحكومة اليمنية تعيش وضع صعب جدا، سواء كان متعلق بالإمكانيات المادية أو الإمكانيات حتى العسكرية التي توفر لها القوة اللازمة لمواجهة هذه الانقلابات. لكن الجهد في الميدان، الحكومة تواجه في الجنوب ميليشيا انقلابية تحاول السيطرة على مناطق محررة، وتواجه في الشمال أيضا ميليشيا انقلابية ابتلعت جزء كبير من البلد وتحاول السيطرة على ما تبقى. الحرب، نزيف الحرب شمالا وجنوبا، أرغمت الحكومة الشرعية على خوضه. السعودية لا زالت تساند الحكومة الشرعية شمالا وجنوبا، ولكن في الوقت نفسه نطمح في الحكومة بأن نصل إلى مزيد من التنسيق، إلى مزيد من التكامل تجاه هذه الملفات حتى تتحقق أهدافنا المشتركة، وهو سيطرة الحكومة الشرعية على برأيك كل سيادة اليمن الوزير اليمنيين من هذا. هل ما تقوله الآن قد يقنع الشارع اليمني والمواطن اليمني بأن التحالف وخصوصا السعودية لا تزال تدعم الحكومة الشرعية وتساندها؟ أتفق معك تماما بأنه ردة فعل اليمنيين على سقوط صنعاء ومن ثم سقوط عدن وأيضا الآن سقوط أرخبيل سقطرة، يعني وضع بالنسبة لليمنيين غير مقبول، و ردة فعل عارمة وقوية سواء تجاه الشرعية أو تجاه التحالف. ونحن نتفهم هذا الوضع ونتفهم الموقف، ولكن أكرر بأن الحكومة تبذل ما في وسعها للوقوف أمام هذه الجماعات المدعومة من الخارج شمالا وجنوبا. وأؤكد أيضا بأننا في الميدان والحكومة لن تعلو جهدا، وهذا الوضع لن يستمر. أؤكد أن الجماعات المسلحة والميليشيا المسلحة لن تكون بديل للدولة، لا في صنعاء ولا في عدن ولا في سقطرة. والأفضل أن يعود اليمنيون جميعا إلى طاولة الحوار وطاولة المفاوضات والخروج برأي واحد يجنب اليمنيين في اليمن كلها، يجنبهم الاحتراب ويجنبهم هذا النزيف الدم، وهو ما عليه الحال أيضا في أرخبيل سقطرة. هذا الأرخبيل نعم، أتمنى سيادة الوزير أن تكون الحكومة حقيقة قادرة على القيام بما ذكرت، وأنها قادرة على جمع الأطراف على طاولة الحوار. أشكرك جزيل الشكر وزير الثروة السمكية في الحكومة الشرعية فهد كيفاين. أرحب بك ضيفي سلمان عسكر من أبها. سيد سلمان، كيف يمكن تفسير صمت السعودية تجاه ما حدث في جزيرة سقطرة وأنها سقطت بالكامل بيد قوات الانتقالي؟ بداية أحيي معالي الوزير، كنت أتمنى بقائه لمناقشة نقطتين أثارها. أحيي جمهورك سيدتي. ما حدث في سقطرة، نعم سأعلق بخصوص طلبك، هو يعني تم توديعه بناء على طلبه؟ لا مشكلة، ولكن دعيني أعلق على نقطة سيدتي وسأجيب على سؤالك. عندما سألتيه عن يعني موقف السعودي، ثم حاول يقول أو يبرر بأن يتمنى موقفا واضحا. نعم، أنا لا أدري ماذا يقصد بموقفا واضحا أكثر مما قدمت المملكة العربية السعودية لليمن. وإذا كان أتى هذا الكلام من على لسان وزير في الحكومة الشرعية فهذه أم المصائب، وأنا أقولها بكل وضوح. سيد سلمان، هو يتحدث كان الحديث في عن قوات الواجب السعودية المتواجدة في جزيرة سقطرة وأنها وقفت موقف الحياد بعد قصف قوات الانتقالي لمساكن المدنيين وللمنشآت والمؤسسات سواء الإدارية والعسكرية داخل الجزيرة. عموما سيدتي، هناك مصادر كشفت مؤخرا أي قبيل ساعات من اتصالكم عن وجود صور لأسلحة ثقيلة من بينها مدفعية تم العثور عليها في جزيرة سقطرة اليمنية. المصدر أكد، أو تلك المصادر أكدت أن هذه الأسلحة الثقيلة والموجودة قبل انقلاب الميليشيا الحوثية على الحكومة الشرعية.
إذا أصبحت محل النزاع القائم في المرحلة الحالية. نزاع بين من ومن؟ نزاع بين حكومة شرعية معترف بها دوليا، بين جماعة انقلابية ميليشاوية مسلحة. كيف يتم مقارنة انتقال ميليشاوي مع دولة معترف بها؟ لماذا يتم هذا النزاع أصلا؟ لماذا لا تعود ما تم العثور عليه أو ما تم اكتشافه داخل هذه الجزيرة إلى الحكومة الشرعية وإلى الدولة اليمنية؟ هذا السؤال يوجه للحكومة الشرعية، هذا السؤال يوجه لقوات الواجب السعودية المتواجدة داخل الجزيرة. لماذا لا وقفت موقف الحياد وهي التي جاءت لدعم الشرعية وإعادتها واستعادة ما خسره اليمن أو ما فقده اليمن؟ طيب سيدتي، أنت ترين لي سؤالا أطول من الإجابة. أنت نعم تفضل لك بالتفصيل ثم لك حلك التعليق على ما ترين. نعم. عموما ما يحدث في قطر الآن أنا أؤكد لك بأنه سيتكرر في محافظات أخرى في اليمن، سيتكرر وستجده في مارب، في الضالع، في لحج، في العديد من المحافظات اليمنية. لماذا؟ لأن هذه الأسلحة كما تعلمين لليمن يختلف عن أي دولة في العالم. اليمن لديه أكثر من مليون قطعة سلاح. هل أفهم سيد سلمان من كلامك أن هناك مخطط لدى التحالف لاستمرار الاقتتال والاحتراب داخل المدن اليمنية، وأن نفس السيناريو سيتكرر سواء في الضالع أو مارب كما ذكرت وبقية المحافظات التي لا تزال تقع تحت سيطرة الشرعية؟ غير صحيح. التحالف العربي أنت قبل البارح أوصل عدة رسائل واضحة وصريحة حول جزيرة سقطرى. أولا في المقام الأول يهم التحالف المدنيين وصحة المدنيين وسلامتهم من هذه المعارك الصغيرة أو هذه المعارك التي ستتسبب في كوارث على المدنيين. ثانيا هذه الكميات من الأسلحة بأيدي عصابات لم يتضح تتبع لمن، هل هي لحزب معين، هل هي لشرعية، هل هي لغير شرعية، غير واضح لمن تعود هذه الأسلحة. لكن أن نرمي التهم أو نوجهها. نعم، لكن الآن السؤال، سقطرى الآن تحت سيطرة من؟ هل هي تحت سيطرة الإمارات؟ لا، ويدها داخل الجزيرة لانتقال ما الذي من خلال كلامك أنت ذكرت أنه سيتم البحث هذه الأسلحة لمن تعود، ما الذي يهم الإمارات داخل الجزيرة سواء كانت هذه الأسلحة تعود للحكومة الشرعية أو حتى لميليشيا الحوثي الانقلابية؟ ما يوجه الآن يا سيدتي للإمارات العربية المتحدة من تهم هو ذات التهم التي وجهت إليها قبل 3 سنوات عندما كانت في عدن والمهرة، اتهمت بأنها تريد السيطرة على المهرة. الآن تتهم الإمارات العربية المتحدة بأنها تريد السيطرة على سقطرى. لماذا؟ لأن عناصر من المجلس الانتقالي على رأس الزبيدي متواجد الإمارات، لكن هذا لا يعني أن هذا هو التوجه السياسي للقيادة. نعم. للقيادة الإماراتية. أيضا سيد سلمان، الإمارات لا تتهم لأنها حقيقة هي من تدعم هذه الميليشيات المتواجدة على الأرض وباعتراف قادة الانتقال داخل الجزيرة. تفضل بالبقاء معي سيد سلمان. أرحب بضيفي عادل الحسني القيادي السابق في المقاومة الجنوبية. أعتذر إذن، المحلل السياسي عبد الرقيب الهدياني، مرحبا بك معنا سيد عبد الرقيب. كيف تنظر الآن إلى واقع الأحداث داخل جزيرة سقطرى وسقوطها بيد الانتقال التابع للإمارات؟ مساء الخير عليك وعلى ضيفك وعلى السادة المشاهدين. مرحبا. ما يحصل في سقطرى اليوم وحصل يعني طوال 3 سنوات هو استمرار للعبث الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة، كما عملت في عدن وتعمل في سقطرى. المراقبين السياسيين اليمنيين المحليين والإقليميين والدوليين يعلمون جميعا أن هذه الأدوات هي أدوات الإمارات، دعمتها وسلحتها وتدعمها بشكل مستمر، وقادتها متواجدون في أبو ظبي. الإمارة فيها هدف واضح وهي السيطرة واحتلال جزيرة سقطرى. جاءت إلى اليمن تحت لافتة التحالف ولديها مطامع واضحة منذ اليوم الأول لتحرير عدن في يوليو 2015.
عملت دولة الإمارات على إنشاء ميليشيات مسلحة خارج إطار الدولة وخارج إطار مؤسسات الدولة. نعم. عملت على تقويض مؤسسات الدولة في عدن، واليوم تستخدم هذه الأدوات لتقويض مؤسسات الدولة الشرعية التي تدعي بمساعدتها في سقطرى ولديها عصابات يعني تعبث في سيد عبد الرقيب. أين موقع السعودية وموقفها من خلال ما حدث؟ أنت الآن تشير بالاتهام مباشرة إلى الإمارات دون ذكر موقف السعودية، لماذا كانت صامتة ومحايدة فيما بخصوص ما حدث أو آخر الأحداث التي حدثت في سقطرى؟ كيف تقيم أنت موقفها؟ بكل تأكيد تتحمل المملكة العربية السعودية كامل المسؤولية. اليمن عندما وقع عليه انقلاب الحوثي اتجه برسالته إلى المملكة العربية السعودية، والسعودية هي التي كونت هذا التحالف وجاءت بالإمارات كحليف وشاركت في اليمن، وانحرف التحالف جملة وتفصيلا عن أهدافه المعلنة. يعني بدل أن نتجه إلى صنعاء اتجهنا عكس، واليوم نخوض حرب ومواجهات في سقطرة في المهرة التي لم يصلها الحوثي اصلا، وهذا دليل واضح ان التحالف برمته قد انحرف عن هدفه الاساسي، والمملكه العربيه السعوديه تتحمل كامل المسؤوليه. واليوم في سقطرى سقطت اوراق التوت وانكشفت جميع الاوراق التي كانت تختبى خلفها المملكه العربيه السعوديه، واتضحت انها عامل مساعد متواطئ بشكل متكامل لإسقاط سقطرى بيد حليفتها وصديقتها الإمارات العربية المتحدة. قوات الواجب السعودي المتواجدة في سقطرى، ما هي مهمتها؟ أليست حماية الدولة؟ أليست حماية مؤسسات الحكومة الشرعية والسلطة المحلية المعترف بها دوليا؟ إذا كيف سمحت لهذه الميليشيات أن تعدو وتهاجم مبنى الأمن ومبنى السلطة المحلية؟ المملكة نعم، تفضل بالبقاء معي سيد عبد الرقيب. أعود إليك سيد. وردة الفعل من قبل جميع اليمنيين أنصار الحكومة الشرعية. نعم، تفضل بالبقاء معي. أعود إليك سيد سلمان. إذن على هذه الشاكلة وتراتبية الأحداث، كان هناك صدام ما بين اليمنيين والإماراتيين، انتقل هذا الصدام إلى مجلس الأمن، بعدها تدخلت السعودية واحتوت الموقف ودخلت هذه القوات إلى الجزيرة بغرض الحفاظ على الشرعية والحفاظ على ممتلكات اليمنيين وأن هذا حق اليمنيين. الآن كيف تفسر أنت موقفها، وهل انتقل الآن الصراع ما بين اليمنيين وما بين السعودية؟ هذا الصراع من جانب أطراف معينة مثل ضيفك عبد الرقيب الذي يحاول أن يكشف ما يقال ورقة التوت. يا عزيزتي، المملكة العربية السعودية لا تزال مع الشعب اليمني الشقيق الشرفاء الذين هم في الأرض والذين هم الآن يقاتلون ويواجهون العدو المشترك الحوثي. المملكة العربية السعودية أتت وفق طلب شرعي من الحكومة الشرعية بالتدخل لإنقاذها بعد أن سيطرت العصابات الإيرانية التي لا يجرؤ عبد الرقيب ضيفك ولا غيره أن يهمس تجاه قطر أو إيران. أنا أتحدى، أتت وفق طلب دوري. المملكة العربية السعودية استعادت 80% مع التحالف العربي ومن ضمنها الإمارات المتحدة لاستعادتها من براثن أو من طغيان إيران. لو لم تتدخل المملكة العربية السعودية في ساعة الصفر بانطلاق عاصفة الحزن لكانت اليمن اليوم أشبه بالعراق. لكن سيد سلمان، التحالف السعودية والإمارات عملت على دعم انقلاب ثاني في عدن بدعم المجلس الانتقالي. لو كانت الإمارات المتحدة، وأنا أوجه وأكرر هذه الرسالة، لو كانت الإمارات المتحدة هي من أوصلت الأسلحة للانتقالي ودعمتها في الجنوب لما حضر الشيخ محمد بن زايد للرياض اتفاق الرياض، لكان المجلس الانتقالي رفض التوجه أو المقابلة مع الشرعية. كان هناك خلافات وأول الحاضرين هو اسمه الشيخ محمد بن زايد. هذا رد كبير على كل المنافقين والكاذبين الذين يخرجون عن المسار ويخلقون أحداثا من صنعهم من أجل البلبلة. إذن سأنقل هذه النقطة إذا كان استمعها سيد عبد الرقيب. سيد عبد الرقيب، لم تمول الإمارات أي طرف في الأراضي اليمنية ولم تدعم الانتقالي بالسلاح،
هل يمكن تصديق ذلك؟ وكيف امتلك لانتقال كل هذه الأسلحة التي يهاجم بها مقرات ومعسكرات الحكومة الشرعية؟ سيد عبد الرقيب، وكأنه يعيش يعني في كوكب آخر ولا يعيش معنا في اليمن. لا أدري من أي مكان يتحدث ومن أي خلفية يتحدث. جميع اليمنيين عموما يعرفون أن هذه الأدوات، هذه الميليشيات المرتزقة، هي بتكوين وتمويل ودعم كامل من قبل الإمارات العربية المتحدة. قادتها متواجدون في أبو ظبي وفي دبي. بيان الإدارة الذاتية الذي أعلن الزبيدي من أبو ظبي نائب رئيس المجلس الانتقالي الذي يغرد ويتوعد الجيش اليمني ويفتي بقتل الجيش اليمني يتحدث من أبو ظبي. جميع قادة هذه الميليشيات هم في الإمارات، ودعمهم الكامل من قبل الإمارات. الإمارات هي التي قصفت الجيش الوطني على تقوم عدن نهاية أغسطس العام الماضي، بينما كان يحاول أن يستعيد العاصمة المؤقتة، واتهمت الجيش الوطني جملة وتفصيلا وقالت أنه يعني إرهاب، بل هو دعم يعني اتهمت شريكتها السعودية، المملكة العربية السعودية التي دعمت الجيش الوطني، لأنها تدعم الإرهاب. الصورة واضحة لدى جميع المراقبين، وضيفك يتحدث يعني من عالم آخر لا ندري من أي خلفية يتحدث. اليوم الإمارات شريك في العبث الذي تتعرض له اليمن. نعم. اليوم ضمن ما ذكرت سيد عبد الرقيب، أين موقع الحكومة الشرعية؟ وبالتالي برأيك ما الذي بقي بيدها؟ الحكومة الشرعية في موقف الضعف والعجز. اليوم الإمارات حتى على يعني محاصرة الجمهورية اليمنية والسلطة الشرعية من أن تضخ مواردها يعني يكون لها مورد مالي حقيقي. اليوم القوات الإماراتية تتواجد في أهم منشأة اقتصادية لليمن في ميناء بلحاف الغازي، الغاز المسال، وتمنع الحكومة الشرعية من أن تصدر الغاز والنفط. يراد محافظة الحكومة الشرعية، وكذلك تقوم المملكة العربية السعودية بنفس الدور. الحكومة الشرعية اليوم الرئيس والحكومة والوزراء يعني في فندق بالرياض، ولا اليوم التحالف هو الذي أوصل الحكومة الشرعية إلى هذا الضعف وإلى هذا العجز. اليوم ما الذي يسيطر عليه الحكومة الشرعية؟ محافظتان شبوة وهما محافظتان بعصابات الإمارات في شبوة وبعصابات إيران التي تحاول أن تخترق مأرب. ميليشيات إيران التي تعبث في الشمال وميليشيات الإمارات التي تعبث في الجنوب هما سيان وشريكان في العبث الذي فتحوا الجروح. اليوم الشعب اليمني يعني عبارة عن ساحة جراح مفتوحة في عدن وفي أبين. شكراً. وفي سقطرة وفي حضرموت وفي شبوة وفي الجوف وفي الساحل الغربي وفي معرب، وهذه حصيدة هذا التحالف الذي ضل طريقه وتحول من تحالف دعم الشرعية إلى تقوير الحكومة الشرعية ورعاية الانقلابات والعبث في الجنوب والشمال. نعم، التحالف ضلل الشرعية وأظهرها ضعيف. أعود إليك سيد سلمان، العديد من المحللين السياسيين وحتى وزراء في الحكومة الشرعية يقولون أن السعودية والحكومة الشرعية في نفس الخندق، إذا لماذا تصر السعودية على إظهار الحكومة الشرعية ضعيفة وهزيلة وتسلبها المناطق التي تقع تحت سيطرتها؟ يا سيدتي، أنا لا أريد أن يكون ضيفك هذا مصدر لمثل هذه المعلومات. نريد أن نأخذ كلام اليمنيين الذين هم في الداخل. أما الذي يوجه التهم ويقول في فنادق الرياض يشتم هؤلاء وهو في فندق في تركيا، لا نريد أن نأخذ رأيه. أنا أقول لك وأكرر أن ما تقدمه المملكة العربية السعودية لليمن لم تقدمه دولة في الأرض لدورة جارة. خسرت المملكة
الغالي والنفيس من أجل اليمن ومن أجل الشعب اليمني. أما إقامة الوزراء والحكومة الشرعية في المملكة العربية السعودية فهذا حق مشروع لهم لإدارة الأمور، ولكن هذا ليس معنى حبسا لهم. سيد سلمان في سياق حديثك، إذن جاء هذا التحالف لدعم الشرعية، ما الذي قدمه التحالف لليمنيين؟ ألا ترى أن معظم المناطق لم تعد تحت سيطرة الحكومة الشرعية؟ أنت ذكرت بأنكم قدمتم لليمنيين ما لم يقدمه أحد، ما الذي قدمتموه؟ لو لم تتدخل، وأنا أكرر لك، السعودية لكانت اليمن اليوم في خبر كان، وبرضه يسر البعض. وأنت ماذا قدمنا يا عزيزتي؟ ماذا قدمت إيران في المقابل؟ نسأل هذا السؤال. قدمت الصواريخ والمتفجرات كل يوم، والصواريخ تذهب إلى 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 عدن وإلى إلى ميناء الحديدة. هل تكلم أحد من هؤلاء اليمنيين تجاه إيران؟ لا. لماذا نصر على الهجوم على التحالف؟ لماذا المملكة العربية السعودية؟ نعم سيد سلمان، اليوم اليمنيين يقولون بأن إيران حقيقة هي حليف صادق، يعني دعم الانقلابيين الميليشاويين الحوثيين في صنعاء ولا زال يدعمهم، بينما أو السعودية هي من غدرت بحليفها. غير صحيح. أنا لا ودمرت الشرعية عن المملكة العربية السعودية، لأن المملكة العربية السعودية أكبر من هؤلاء المتفوهين جميعا. يا سيدتي أرجو أن تسمعي وأن تعودي إلى قبل 4 سنوات عندما صرح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، وقال رجل قيادي مسؤول في الدولة يقول تحرير صنعاء لا يستغرق 24 ساعة، لكن الهدوء ومراعاة الجانب الإنساني 5 أو 6 سنوات حتى الآن. لماذا كل هذا الوقت؟ أليس لدى السعودية القدرة فعلا على تحرير الأراضي اليمنية، أم أن لديها أجندات وهو ما ظهر للمشاهد اليمني وللمواطن اليمني؟ أجندات خاصة بعيدة عن الحكومة الشرعية. سأوضح لك الإجابة، ومن واضح أدلة في أقل من دقيقة رجاء سيد سلمان، لأنه انتهى وقت هذه الحلقة. السبب في تأخر المعركة هو الخيانات من داخل صنعاء، خيانات المشايخ، خيانات بعض اليمنيين الذين يعملون لصالح إيران والحوثي فقط. هم من خانوا اليمن وخانوا الشعب، ولذا المملكة العربية السعودية والتحالف لن تغامر بسلامة المدنيين في صنعاء. نعم. شكرا جزيلا لك المحلل السياسي أو الكاتب الصحفي المعذرة سلمان عسكر، كنت معي من أبها. كما أشكر ضيفي من العاصمة المؤقتة عدن المحلل السياسي عبد الرقيب الهدياني ووزير الثروة السمكية في الحكومة الشرعية فهد كيفاين. شكرا لكم مشاهدين على حسن المتابعة، تحياتي وتحيات معيد هذه الحلقة الزميل ماهر أبو المجد، كما هي لكم من الزملاء في الكنترول. إلى اللقاء.